بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحتى إن كان الفعل، نعم انتهينا من هذه. قال رحمه الله: وأو بمعنى إلى أو إلا، كقوله: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. وقوله: وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. قوله: وأو بمعنى إلى، إلى آخره، أي أو العاطفة، أو ماذا يا إخواني؟ العاطفة، وهي التي يصلح في موضعها إلى أو إلا. وهذا التعبير أجود من قول المصنف بمعنى إلى، إلى آخره. لماذا أجود؟ قال: لأنه يوهم ترادف الحرفين، وليس كذلك كما نبه عليه غير واحد. إذن نقول: أو التي يصلح في موضعها إلى، أو يصلح في موضعها إلا، ولا نقول أو التي بمعنى إلى، فليست أو بمعنى إلى، ليست أو بمعنى ماذا يا إخواني؟ بمعنى إلى، ولكن أو التي يصلح في موضعها إلى أو إلا. هذا التعبير أحسن من تعبير المصنف، وكما سمعتم قد نبه عليه غير واحد من النحويين. وفعلا لا تكون أو بمعنى إلى أو إلا، لا تكون أو بمعنى إلى أو إلا، كما نبأ ماذا، كما هو تعبير المصنف، أو بمعنى إلى أو إلا، لا نقول أو التي يصلح في موضعها إلى أو إلا. وضابط الأولى أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا، نحو: لأنتظرن زيدا أو يجيء. أن ما قبلها ما له؟ ينتظر ماذا؟ ينقضي شيئا فشيئا. ما هو الذي قبل أو؟ الانتظار، الانتظار ينقضي شيئا فشيئا، هو ينتظر ساعة وهذه الساعة تنتهي شيئا فشيئا. ونحو: أو أدرك المنى، أي في بيت المصنف، فكل من يجيء وأدرك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي يصلح في موضعها إلى، أي إلى أن يجيء، وإلى أن، وإلى أن أدرك. واضح؟ فأن مضمرة هنا ماذا؟ وجوبا. كيف وجوبا يا إخواني وقد ظهرت؟ إلى أن، إلى أن يجيء وإلى أن أدرك. كيف، كيف وجوبا وهي قد ظهرت عندنا الآن؟ قلنا: أي إلى أن يجيء. ها؟ هذا تقدير، هذا تقدير، وأيضا ليس في هذا التقدير أو، هكذا ليس في هذا التقدير أو. هل أو، هل أن تظهر مع إلى؟ نعم. هل أن، هل، هل ماذا يا إخواني؟ أن تظهر مع إلى؟ نعم. هذا تقدير، والتقدير هو لماذا؟ للتعليم، التقدير للتعليم، وإلا فاللفظ الموجود بين أيدينا ما هو؟ لأنتظرن زيدا أو يجيء، هذا هو اللفظ الموجود بين أيدينا، لكن نقول والتقدير كذا من باب ماذا؟ من باب التقريب والتفهيم والتعليم. وضابط الثانية
أن ما قبلها ينقضي دفعة واحدة، نحو لأقتلن الكافر أو يسلم، ونحو أو تستقيما، أي في البيت الذي ذكره المصنف. فكل من يسلم وتستقيما فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي يصلح في موضعها إلا، أي إلا أن يسلم وإلا أن تستقيما. واضح يا إخواني؟ لأقتلن الكافر أو يسلم أن ما قبلها ينقضي دفعة واحدة، فالقتل ينقضي ماذا؟ دفعة واحدة. إيش المراد بالقتل؟ إيش المراد بالقتل؟ إزهاق الروح، خروجها. هل الروح تخرج، هل الروح يا إخواني تخرج دفعة واحدة أو تخرج شيئا فشيئا؟ الروح هنا أن يموت الإنسان تخرج دفعة واحدة أو تخرج شيئا فشيئا؟ دفعة واحدة. فالمراد بالقتل هنا خروج الروح، إزهاق النفس. واضح؟ وأن الإنسان قد يقتل بشيء فلا يموت بسرعة، فلا يموت بسرعة، لكن خروج الروح تكون ماذا؟ دفعة واحدة. واضح؟ هذا معنى القتل. لأقتلن الكافر، المراد بالقتل هنا إزهاق النفس وهو خروج الروح. طيب، فإن كانت أو لا يصلح في موضعها إلى أو إلا لم تضمر أن بعدها وجوبا، وذلك كأو العاطفة على اسم خالص، نحو أو يرسل رسولا، فإن إضمار أن بعدها جائز لا واجب كما تقدم. واضح؟ هل تقدمت معنا أو؟ ها؟ تقدمت في المواضع التي تضمر فيها أن جوازا. فإذا كانت أو لا يصلح في موضعها إلى أو إلا، فالإضمار ماذا؟ فالإضمار جائز لا واجب، كأو التي تقدمت معنا، أو يرسل رسولا هكذا إلا وحيا، أو يرسل رسولا. هنا أو لا يصح في موضعها إلى ولا إلا، إذن الإضمار جائز وليس ماذا؟ وليس بواجب. قال: تنبيه، المصدر المؤول من الفعل المسبوك بأن المضمرة بعد أو معطوف على مصدر متصيد من الفعل المتقدم. إيش معنى متصيد؟ مأخوذ. إيش معنى متصيد؟ مأخوذ من لفظ الفعل، مأخوذ من لفظ الفعل. قال: فالتقدير في مثالي المصنف ليكونن استسهال مني للصعب أو إدراك للمنى، وليكونن كسر مني لكعوبها أو استقامة منها، وقس غيرهما عليهما. الآن المصدر يا إخواني، هل عندنا أن مضمرة؟ هل عندنا أن مضمرة بعد أو؟ الجواب نعم، هكذا، والإضمار واجب. فما هو تأويل المصدر؟ المصدر اسم، هكذا. المصدر ما له؟ اسم، والاسم لا بد أن يعطف على اسم كما تقدم معنا. القاعدة أن الاسم يعطف على الاسم والفعل يعطف على الفعل. فالمصدر المؤول هذا قلنا في أول الكلام يا إخواني، قوله وأو بمعنى إلى آخره، أي أو العاطفة. فإذا كانت أو عاطفة فالمصدر المؤول معطوف،
معطوف على ماذا؟ معطوف على ماذا؟ على مصدر متصيد من الكلام، من الفعل الموجود. وما عندنا في الحقيقة مصدر، لكن نأخذ من الفعل المتقدم مصدرا فنعطف عليه المصدر المؤول. واضح؟ مثلا لو قلنا لأقتلن الكافر أو يسلم، أين المصدر المتصيد؟ أولا ما هو الفعل أقتل؟ ما هو مصدر أقتل؟ القتل، هكذا. فنأخذ هذا المصدر من ماذا؟ من الفعل، ونعطف عليه المصدر المؤول، فيكون التقدير ليكونن مني قتل للكافر أو إسلام منه، وهكذا. ليكونن قتل مني للكافر أو إسلام منه. فالآن أو يسلم المصدر المؤول نؤوله بإسلام، نعطفه على ماذا؟ نعطفه على مصدر متصيد، ما في عندنا مصدر موجود، ولكن نأخذ هذا المصدر المتصيد من لفظ الفعل. واضح يا إخواني؟ وكس على هذا بقية الأمثلة. عرفنا إيش معنى المصدر المتصيد؟ مثلا يا إخواني، مثلا الشيء بالشيء يذكر عندنا، بارك الله فيكم، قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى. عندنا الفعل اعدلوا، هكذا، هو الضمير هو يعود إلى أين؟ إلى أين يا أخي عبد العزيز؟ القاعدة تقول الضمائر تعود على الأسماء، هكذا. وهنا عاد الضمير على ماذا؟ على الفعل، وهو اعدلوا. إذن اخترمت القاعدة. قال النحويون لم تخترم، فالضمير هذا عائد على المصدر المتصيد من الفعل، والتقدير اعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى، هو راجع إلى مصدر الفعل، ليس إلى الفعل نفسه ولكن إلى مصدر الفعل. هذا المصدر يسمى ماذا يا إخواني؟ مصدرا متصيدا، بمعنى ليس موجودا في اللفظ، ولكنك تتصيده، بمعنى تأخذه من ماذا؟ من لفظ الفعل. واضح؟ لا، ما نجعل الفعل مصدرا، نأخذ منه مصدرا فنعطف المصدر المؤول على ماذا؟ على المصدر المتصيد. ايش الذي حوجنا الى هذا؟ التأويل. عندنا المصدر المؤول هو اسم، لما جاءت ان عندنا ماذا؟ مصدر مؤول، وهذا المصدر المؤول اسم، وأو ما لها عاطفة، فنعطف الاسم على ماذا؟ على اسم. لو لم نتصيد المصدر لعطفنا المصدر المؤول على ماذا؟ على الفعل، وهذا لا يجوز. وهذا ماذا يا إخواني؟ لا يجوز في علم النحو، هكذا، لا يجوز إيش؟ في علم النحو، أنه لابد أن يعطف الاسم على ماذا؟ على الاسم. فلما وجد عندنا اسم ولم يوجد عندنا اسم آخر نعطف عليه، تصيدنا من الفعل مصدره، وعطفنا المصدر المؤول على ماذا؟ على المصدر المتصيد. إيش معنى متصيد؟ معنى مأخوذ، ما هو موجود في اللفظ. وهذا الكلام سينفعنا في ماذا يا إخواني؟
في الذي ماذا في هذا الذي سيأتي في هذا الذي سيأتي في واو في واو المعية وفاء ماذا وفاء السببية. هذا يا أخواني تنبيه, هذا تنبيه. التنبيه الآخر, التنبيه الآخر عندنا في التعريف يا إخواني قلنا وضابط الأولى أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا هكذا, والذي بعده أن ما قبلها ينقضي دفعة واحدة. بعض النحويين يقول أن ما بعدها, أن ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا, وفي الثاني يقول أن ما بعدها ينقضي ماذا دفعة واحدة. فهل هو ما قبل أو ما بعد؟ فهل هو ما قبل أو ما بعد؟ عرفتم إيش الإشكال؟ تجد في بعض الكتب بعض النحويين يقول ضابط أو التي بمعنى إلى أن ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا, وضابط أو التي بمعنى التي ماذا الذي يصلح بموضعها إلا أن ما بعدها ينقضي دفعة واحدة. فهل هو ما قبل ولا ما بعد؟ يصلح الأمران, يصلح الأمران, فمن قال قبل أو قال بعد كلاهما صالح. وإذا رأينا إلى الأمثلة, وإذا رأينا إلى الأمثلة مثلا يا إخواني عندنا في المثال الأول أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا, لو قلنا أن ما بعدها ما هو الذي بعد أو هنا في المثال؟ المجيء. هل المجيء ينقضي دفعة أو شيئا فشيئا؟ شيئا فشيئا, يصلح قبلها وهو الانتظار, الانتظار هذا ينقضي شيئا فشيئا, يبقى الإنسان منتظرا نصف ساعة مثلا, هذه النصف الساعة ما تنقضي في لحظة ولكن يمر هذا الوقت شيئا فشيئا, دقيقة 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 إلى أن ينتهي. المجيء مثله, المجيء ينقضي ماذا؟ شيئا فشيئا. مجيء الرجل, مجيء الرجل مثلا من مكان بعيد ما ينقضي دفعة واحدة ينزل من السماء, لا, يمشي خطوة خطوة إلى أن يصل, واضح؟ فسواء قلت قبل أو ماذا أو بعد. وإذا جئنا في المثال الثاني لأقتلن الكافر أو يسلم, لو قلنا أن ما بعدها ينقضي دفعة واحدة وهو الإسلام, هل الإسلام ينقضي دفعة واحدة أو شيئا فشيئا؟ إذا قلنا للكافر أسلم, هل إسلامه ينقضي دفعة واحدة أو شيئا فشيئا؟ دفعة واحدة, أسلم, قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله, دفعة واحدة, واضح؟ فسواء قلت قبلها أو قلت ماذا بعدها كلاهما صحيح. هذا تنبيه. قال المصنف رحمه الله تعالى وفاء السببية وواو المعية مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل نحو لا يقضى عليهم فيموتوا ويعلم الصابرين ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ولا تأكل السمك وتشرب اللبن. قوله فاء السببية أي العاطفة, وإذا قلنا العاطفة يجعلها الطالب في ذهنه, لماذا؟ حتى ينظر المصدر المؤول سيعطف على ماذا, واضح؟ لما يسمع العاطفة بمعنى أن ما بعدها معطوف, معطوف على ماذا؟ تنظر اسما معطوفا عليه. قوله فاء السببية أي العاطفة, هل هي سببية ولا عاطفة؟ سببية وعاطفة, سببية وماذا وعاطفة, هي عاطفة تقتضي السببية, أي العاطفة وهي التي قصد بها الجزاء بأن يكون ما قبلها سببا لما بعدها. وقوله وواو المعية أي العاطفة, يعني هي عاطفة تفيد المعية,
عاطفة تفيد ماذا؟ تفيد المعية، وهي التي تفيد معنى مع بأن يكون ما قبلها مصاحبا لما بعدها. إيش معنى مصاحبا؟ يعني في وقت واحد مع، في وقت واحد. وقوله مسبوقتين بنفي محض أي خالص من معنى الإثبات، خالص من معنى الإثبات. وقوله أو طلب بالفعل أي بصيغته لأصالته في ذلك، طلب بالفعل أي بصيغته، من أجل أن ماذا يا إخواني؟ الفعل أصل في العمل. أو طلب بالفعل أي بصيغته لأصالته في ذلك. والطلب يشمل الأمر والنهي والدعاء والعرض والتحضيض والتمني والاستفهام، فهذه سبعة مع النفي المتقدم تصير ثمانية أشياء، وهي المعبر عنها بالأجوبة الثمانية. وزاد الفراء الترجي واختاره ابن مالك لثبوت ذلك سماعا، فتصير على هذا تسعة. وقد جمعها بعضهم بقوله مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجك ذاك النفي قد كملا. كم هي؟ تسعة أمور. طيب، هي معروفة بثمانية، وزاد الفراء ماذا يا إخواني؟ الترجي لثبوت ماذا؟ لثبوت السماع به. فمثال الفاء بعد النفي المحض قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، فيموت منصوب بأن مضمرة وجوبا، بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بنفي محض، وعلامة نصبه حذف النون. والمصدر المؤول، نلاحظ يا إخواني، والمصدر المؤول من الفعل المسبوق بأن المضمرة معطوف على مصدر متصيد من الفعل المتقدم، والتقدير لا يكون قضاء منا عليهم فموت منهم. واضح؟ الآن لا يقضى عليهم فيموتوا، نريد أن نؤول المصدر المؤول. كيف نقول يموت؟ مصدره الموت. طيب، هذا الموت معطوف لأن الفاء هذه عاطفة، معطوف على ماذا؟ على مصدر متصيد من أين؟ من الفعل. نأخذ من الفعل المتقدم مصدره، فنعطف المصدر المؤول على المصدر المتصيد. واضح يا إخواني؟ تنظر إلى لفظ الفعل فتأخذ منه مصدره، تأخذ منه مصدره، فتعطف المصدر المؤول على المصدر المتصيد. ومثال واو المعية بعد النفي المحض قوله تعالى ويعلم الصابرين، فيعلم منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية المسبوقة بنفي محض، وهو قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أين النفي؟ ولما يعلم، لما هذه مثل لم، لما حرف نفي وجزم وقلب مثل لم تماما في هذا المعنى. والمصدر المؤول معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق، والتقدير ولما يجتمع علمه تعالى بالمجاهدين وعلمه بالصابرين، لأن معنى الآية والله أعلم
أن المخبر عنهم جاهدوا ولم يصبروا، فلم يتعلق علم الله بجهادهم وصبرهم لعدم وقوعه، واضح؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، حصل جهاد ولم يحصل صبر، حصل جهاد ولم يحصل ماذا؟ صبر. وانظر شرح الشذور وشرح ابن عثيمين رحمه الله على كتاب الصبر من رياض الصالحين وبقية تفاسير السلف رحمهم الله، ينظره الطالب من أجل المعنى، من أجل معنى الآية. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم ماذا؟ ويعلم الصابرين. واضح يا إخواني؟ ويعلم الصابرين، المصدر المؤول معطوف على مصدر متصيد. طيب، يعلم مصدره العلم، علم. وتقدم معنا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، نأخذ أيضا لفظ العلم من يعلم كما سمعتم في هذا التقدير، ولما يجتمع علمه تعالى بالمجاهدين وعلمه ماذا؟ بالصابرين. واضح؟ بمعنى وقع العلم بالجهاد ولم يقع علم بالصبر، لأنه ما وقع، ما وجد، فما في صبر، ما في ماذا؟ صبر. كيف تريدون الجنة وما في صبر؟ لابد جهاد مع صبر. قال: ومثال الفاء بعد النهي وهو من الطلب قوله تعالى: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ومثال الواو ولا تطغوا فيه ماذا؟ فيحل عليكم غضبي. ايش التقدير يا اخواني؟ اي نعم، وسياتي. انا اريد ان الطالب يعمل ماذا؟ يعمل ذهنه على ما سمع. قالوا: الطالب الذكي يفهم بمثال ما لا يفهمه البليد بألف مثال. والنحو هو ماذا يا إخواني؟ قياس. إنما النحو قياس يتبع، فتقيس شيء على شيء. ومثال الواو بعد النهي قولهم: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. فكل من يحل وتشرب منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية وواو المعية المسبوقتين بالنهي. والمصدر المؤول معطوف على مصدر متصيد من الفعل المتقدم. والتقدير: لا يكن منكم طغيان، لا يكن منكم طغيان فيه فحلول غضب عليكم. طيب، ولا يكن منك أكل سمك وشرب لبن، أي مع شرب لبن، أي مع شرب لبن. فإن لم يتقدم نفي نحو: أنت تأتينا فتحدثنا. هذا الآن ماذا يا إخواني؟ إثبات، ما في نفي. أو كان النفي غير محض نحو: ما تأتينا إلا فتحدثنا، ونحو: ما تزال تأتينا فتحدثنا، وجب رفع الفعل. متى يجب النصب؟ أي نعم، إذا سبق بنفي محض، إذا سبق بنفي محض، فإن أردنا المعية وجب ماذا؟ أن ننصب. أما في الأول، ما هو الأول؟ أنت تأتينا. أما في الأول فلعدم وجود النفي، وأما في الثاني فلأن النفي قد انتقض بإلا، وأما في الثالث
فلأن زال للنفي وقد دخل عليها النفي ونفي النفي إثبات. إذن المثال الأول ليس فيه نفي والمثالان الأخيران ماذا يا إخواني؟ ماذا؟ النفي ليس محضا، ليس محضا، ما تأتينا إلا فتحدثنا، انتقض النفي بإلا. والثالث أن لا تزال، زال معناها النفي، ولا نفي، نفي النفي إثبات. إذن ما عندنا نفي محض، عندنا نفي ولكنه غير محض. نعم ما تزال. قال وكذا إن كان الطلب بغير الفعل وجب رفع الفعل كالطلب باسم الفعل نحو صح فأحدثك. صح ماذا يا إخواني؟ فأحدثك. عندنا سقطت الشدة من الدال فأحدث، الدال فأحدثك، الدال مشددا، الدال يكتب مشددا. أو بالمصدر نحو سكوتا فأحدثك أو بغيرهما. هل عندنا طلب أو ليس عندنا طلب؟ فيه طلب وهو الطلب باسم الفعل صح بمعنى اسكت. والمثال الثاني الطلب بالمصدر سكوتا بمعنى اسكت. فهنا طلب ولكنه ليس بالفعل. لو قال اسكت فأحدثك نصب، لكن صح، صح هذا طلب بماذا؟ باسم الفعل وسكوتا بالمصدر. وعلى هذا فماذا؟ فيرفع. تنبيه، لم يذكر المصنف من أمثلة الطلب إلا النهي، لم يذكر المصنف من أمثلة الطلب إلا النهي. وقد تقدم أنه يشمل ثمانية أشياء، ما هو؟ الطلب. ونحن نذكر بقية أمثلة الطلب على سبيل الفائدة. فمثال الفاء والواو بعد الأمر قولك اجتهد فتفوز أو وتفوز، الأول بعد فاء السببية والثاني بعد واو المعية. من يقدر المصدر يا أخواني؟ نعم ففوز. أحسنت، ليكن منك اجتهاد ففوز. أحسنت. ومثالهما بعد الدعاء قولك اللهم انصرني فلا أخذل أو ولا أخذل. طيب فأسابية وهو ماذا؟ وهو معية. ومثالهما بعد الاستفهام قولك متى تزورني فأكرمك أو وأكرمك. ومثالهما بعد العرض وهو الطلب برفق ولين قولك ألا تزورنا فنكرمك أو ونكرمك. ومثالهما بعد التحضيض وهو الطلب بحث وإزعاج قولك هل اتقيت الله فيغفر لك أو ويغفر لك. ومثالهما بعد التمني وهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر قولك ليت لي مالا فأتصدق به أو وأتصدق به. ومثالهما بعد الترجي وهو توقع الأمر المحبوب المستقرب حصوله قولك لعل زيدا يزورنا فنكرمه أو ونكرمه. قال تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، بنصب أطلع في قراءة حفص عن عاصم. وجئنا بالآية
ماذا يا إخواني؟ لأن تقدم معنا أن الفراء زاد الترجي وقال ماذا؟ لثبوت السماع به. في هذه الآية لعلي أبلغ الأسباب، لعل حرف ترجي هكذا، ونصب المضارع ماذا؟ بعده، وهو الطلع، فدل على أن الترجي داخل ماذا؟ في الطلب، دليل على أن الترجي داخل في الطلب. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. وبهذا نكون قد انتهينا من ماذا؟ من النواصب. يكفي الحمد لله، قليل دائم ولا كثير منقطع. طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.